السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يزن طلال مساعد الحربي من مدرسة فيصل بالمشعل للموهوبين في من منطقة القصيم. Creating a novel technique for the decontamination of polonium 210. المشروع هو كيف فكرنا فيه؟ أنا والدكتور كنا نشوف النفايات النووية اللي قاعد تحصل حاليا بالعالم، وبأن السعودية حاليا بتجيب يعني محطة نووية للسعودية. فكرنا أن نحاول أن نكون one step ahead بأن طلع يعني حلول لهذا الشيء. في مشروعي حنا ندرس مادة البولونيوم 210، بدنا نسوي إعادة الاستخدام للأقراص الفضة اللي تستخدم في البروسيس اللي يسمى spontaneous deposition. هذا البروسيس يستخدم سيلفر ديسكس، والسيلفر ديسكس هذا بعد التطبيق ذا يصير نفايات نووية. ففي مشروعنا نحاول نعيد استخدامها، ووصلنا إلى 95.6% من استخلاص المادة البولونيوم النووية. أشكر موهبة على الفرصة هذه الجميلة، وأشكر مشرفي الأكاديمي ومشرفي العادي على مساعدتهم في المشروع ومبادرتهم في المشروع. أشكر الوالد على أساس أنه هو ساعدني في معنويا وذهنيا وكل شيء زي كذا، أعطاني الثقة في المشروع.